My name is Yousef Abu-Sisi. I'm brother of Derar Abu Seesi. I came to Ukraine to meet my brother after 15 years long Nisi. When I came to Ukraine, I found out that my brother was kidnapped in a train. I've been in a police office, an intelligence office, and Ukrainian authorities. They did not help me. They did not give me any help. And after 20 days waiting, I did not get any official answer from the Ukrainian authorities. While I get a phone call from my brother, and he told me that he's arrested in Israel, in a place called Datikva, and he gave me the number of the lawyer. I called the lawyer, and she told me that my brother, he's arrested and he's kidnapped. She told me that he's kidnapped from Ukraine, and they smuggled him to Israel. Did not get any official answer from the Ukrainian government, and I accuse that the Ukrainian authorities, they are absolutely have involvement with this case, because they when I go to them and I want to make a report, they were shooting me like a ball from place to place. The intelligence office, they treat me like careless. They don't want to help me. أنا يوسف أبو سيسي شقيق المخطوف درار أبو سيسي قدمت من هولندا إلى أوكرانيا لمقابلة أخي بعد فراق دام 15 سنة وللأسف الشديد عندما وصلت المطار لم أجد أخي في انتظاري وبعد توجه إلى أحد الإخوة من الجالية الفلسطينية قام بمساعدتي لمعرفة بعض المعلومات عن أخي الذي كان متوجه في القطار من خاركوف إلى كييف طبعا المعلومات كانت أنه مجموعة مجهولة دخلت إلى القطار حسب إفادة المضيف وقامت بإجبار أخي على النزول من القطار طبعا هاي المعلومات يعني تبين أنه لاحقا أن المضيف أنكر هاي المعلومات بعدين قمت بالتوجه إلى السلطات الأوكرانية في ببلاغات عن الاختفاء أخي طبعا لم يتم التعامل بهذه البلاغات بالجدية في بداية الأمر وقاموا بالمماطلة ونوع من التعتيم الآن مضى على اختفاء أخي أو بالأحرى خطف أخي 21 يوم ولم أستلم أي يعني رد رسمي من السلطات الأوكرانية في حين أنه في تاريخ 27/2 تلقيت اتصال تفاجأت فيه أنه أخي بيكلمني وبيقول لي أنه موجود في إسرائيل في منطقة تاتيكفا وقام بتزويدي برقم هاتف المحامي وأنهى المكالمة وقمت على الفور بالاتصال بالمحامي للاستفسار عن أخي فأكدت لي المحامية أنه أخي موجود في إسرائيل معتقل في السجن و بعد ذلك تبين أيضا من مكتب الأمم المتحدة الموجود في أوكرانيا قاموا بالاتصال بي وزودوني بمعلومة أن أخي موجود في إسرائيل في السجن معتقل في سجن في منطقة أشكلون طبعا السلطات الأوكرانية يعني الجهات كانت كل جهة تتنصل من مسؤوليتها على رأسهم جهاز المخابرات الأوكراني يعني كان كل جهاز يبعثنا على جهاز آخر ويقول إنه هذه مش مسؤوليتهم من أجل تضييع الوقت وفي النهاية يعني قاموا بتحذير يعني مبطن أو وعود اكتشفنا إنها في الآخر عبارة عن يعني تخدير
هاي الوعود كانت انه في 9 شهر يعني سوف يحاولوا ارجاع اخوي الى اوكرانيا، ولكن للاسف الشديد تبين ان هذه المساله هي عباره عن ذر الرماد في العيون من اجل يعني التكتم على جريمه الخطف. وطبعا يعني انا بحمل مره اخرى جهاز المخابرات الاوكرانيه المسؤوليه الكبرى على خطف اخي، وانا الان متوجه الى اوروبا، وانا كمواطن اوروبي لن اسكت وسوف اتوجه الى كل مؤسسات حقوق الانسان والى المحاكم والمحافل الدوليه حتى اكشف الوجه الحقيقي او الصوره والانطباع اللي حصلت عليه في اوكرانيا من المعامله الرديئه والسيئه للجهات الامنيه في مساله حساسه جدا، وهي مساله المساعده في خطف اجنبي موجود على اراضيها بشكل قانوني. النقطه الاخرى، انا ان شاء الله ناوي يعني عندي نية اتقدم في الى طلب الى مكتب رئيس برلسكوني من اجل تحذير اي انسان يعني يريد القدوم الى اوكرانيا لمتابعه كاس اوروبا، لان هذه البلد تعتبر بلد غير امن، والدليل على ذلك انه يعني الاجهزه الامنيه كانت متعاونه بشكل كبير في خطف اجنبي، وممكن هذا الامر يحدث في أي لحظة مع أي إنسان آخر.